السلام عليكم. عقلتوا لي في الحلقة اللي فاتت كنت هضرت عليكم على السبينة، ودابا غادي ندير تشالنج تايم حيت طلبوا مني شي دراري ندير تشالنج تايم ضروري ضروري وانا نديرهم. دابا غادي نبداو باول تشالنج. اول تشالنج دير سالتو في الناموسية. واخا غادي نكملو. ثاني تشالنج ورينا شي بنت من الكوريا. بس من الكوريا أفضل. أفضل بنت عندي في الكورية هي شو؟ أفضل بنت كنعرفها. غادي نكملو التشالنج. كان التشالنج خويت طال ديال الماء من السطح. ما عنديش طال ديال الماء في الحمام في الحوايج. غادي نخوي قرعة الماء من الشرم. هاي قرعة الماء وغادي نكملو تشالنج. رابع تشالنج كل قرفة إلى كليتيها غادي نسميك راجل. واخا أطون نجيب القرفة. أطون نجيب القرفة ديال الحمار. ضحكتيني. شحال حرارية فيها. خمس تشالنج دير عشرة تراكسيون في الأرض. دير عشرة تراكسيون في الأرض. ولا أنا هذا الخير. أنا غادي ندير عشرة تراكسيون في الأرض. لا بدا. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. تشالنج شرب الماء وآتي في دقة واحدة. شرب الماء وآتي في دقة واحدة. ندير ها
هانتوما انتم غير ماء وهي اتاي ابي اشرب يلا تغير لا ولكن خفيفة دق دق كيف ما تشوفوا رسالة الحلقة دي اليوم سالينا عن التشالنج درت نفس التشالنج حيت ما زونيش بزاف ديال التشالنج ومرة وتم الحلقة اللي جاية وغادي نكمل لكم التشالنج خاصكم غير ابنوا فلاش تاني يوتيوب ديروا زي من هاد لا فيديو وخاصكم ضروري ديروا تابوناو معايا وديروا زي من هاد لا فيديو باش نكمل لكم التشالنج ديال هاد الحلقه سلامه.